فيما يتعلق بنظام الأحداث في تعلق الضمانات المصدرية التشكيلية. إذا نتحدث عن آلية التفاعلات في هذا الجانب، طبعا لأنه بالتالي لا يمكن أن نتحدث عن سياسة تشريعية متعلقة بالأحداث وبضمانات الأحداث إلا من خلال التفاعل. جدي الترحاب بوسائل الإعلام بالمواقع الحاضرة معنا اليوم في التغطية حقيقة مستمرة ودائمة للأنشطة ديال الهيئة. النشاط اليوم هو نشاط من نوعين خاص، نشاط عبارة عن ندوة تنظمها الهيئة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وبتعاون كذلك مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. هذه الندوة تأتي في سياق الندوات التي دأبت مؤسسة محمد السادس على تنظيمها بشراكة مع إحدى هيئات المحامي المغربي. الندوة الحالية هي الندوة الجهوية الخامسة التي اختارت لها عنوان عدالة الأحداث في التشريع الجنائي المغربي. هذا الموضوع كما تعلمون هو موضوع ذو خصوصية، لأن عدالة الأحداث تختلف من حيث المميزات والخصائص التي أفرضها لها المشرع المغربي سواء في القانون الجنائي أو في المسطرة الجنائية، نظرا لما تحتاجه هذه الفئة من رعاية ودعم أكثر منه زجر وعقاب. لذلك فقد أحاطها ووفر لها مجموعة من الضمانات، من بينها مثلا هي ضرورة الاستعانة بمحامين سواء في إطار التكليف العادي أو في إطار المساعدة القضائية. كذلك نظرة المشرع إلى العقاب ديال الحدث الجانح تختلف عن الرشيد، لأن العقوبة في إطار عدالة الأحداث هي استثناء فقط، أما الأصل هو التدابير الأخرى التي نص عليها المشرع. إذا هذه مجموعة من العناصر أو النقاط أو المعطيات التي نريد أن نتوقف عندها في خلال هذه الندوة، ولكن بالمقابل كذلك علينا أن نتوقف عند بعض النقائص ومكامن الخلال في هذا التشريع أو في هذه المسطرة أو في هذا الموضوع على وجه العموم، نظرا لأن ما يلاحظ هو أن رغم الخصوصية ديال المسطرة فإن النسبة ديال الجرائم عند الأحداث تتزايد وترتفع سنة بعد أخرى. إذا هناك خلال نريد أن نتوقف عنده ونعرف الأسباب التي تكمن وراءه، حتى يمكننا أن نساهم من جانبنا في تطوير الترسانة القانونية المنظمة لموضوع عدالة الأحداث، وأيضا كل المعطيات المرتبطة بالموضوع على وجه العموم. المواطنين السجناء التي لا تجرد منها الأحكام القضائية السالبة للحرية، ولقد تأثرنا بلغ التأثر لما وقع في بعض السجون من حوادث مؤلمة. لذلك وبموازاة مع الإصلاح المتقدم الذي شمل قانون السجون وبرنامج الأعمال الطموح الذي نصر على أن تمر به مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية، فقد أصدرنا تعليماتنا قصد الإسراع ببناء مركبات سجنية عصرية مدنية وفلاحية والاعتناء بالظروف المادية والمعنوية للسجناء. الندوة ديال اليوم هي الندوة الجهوية الخامسة في إطار سلسلة الندوات اللي كتقوم بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع مختلف هيئات المحامين بالمغرب بدعم من منظمة اليونيسيف وبتمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج وطني اللي سميناه عدالة الأحداث من منظور هيئة الدفاع. الندوة ديال اليوم اختارينا لها العنوان ديال عدالة أطفال في التشريع الجنائي المغربي، اللي هي واحد الندوة اللي مجال للتفكير المشترك مع هيئات الدفاع بمختلف بقاع المغرب، واليوم حنا مع الهيئة ديال طنجة من أجل التفكير في مختلف الإشكاليات المتعلقة بعدالة الأحداث والتفكير في الأوراش اللي ممكن نشتغلوا عليها يعني بشراكة مع مختلف المتدخلين في عدالة الأحداث. البرنامج فيه كاين اليوم اللي فيه هذا الندوة، وكاين غدا واحد المسابقة اللي هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني اللي كتسمى المسابقة الوطنية لفن الترافع في عدالة الأحداث، وهي مسابقة غتكون غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم في النسخة الرابعة ديالها اللي غادي يشاركوا، اللي هي مفتوحة في وجه المحامين المتمرنين في الهيئة واللي كتعطاهم واحد النازلة افتراضية
حول إشكالية من إشكاليات ديال حقوق الطفل، وكيتعطاهم المجال من أجل الترافع حول النازلة من أجل اختيار أحسن المرافعات اللي استحضرت المنظور القانوني والمنظور خاصة المنظور الحقوقي والخصوصية ديال عدالة الأحداث، وكيتم التتويج ديال ثلاثة محامين الأوائل في مجال المرافعة في عدالة الأحداث. أيها السادة والسيدات، الأطفال بحاجة إليكم جميعا، وهذه مبادرة فريدة ونوعية يجب تعزيزها، والخروج يعني الخلاصة هي ضرورة العمل على تخصص المحامين لكي يضمنوا دعم دائم وناجح للأطفال في تماس مع القانون. هذا برنامج اللي كان في إطار تعاون بين المغرب والمجموعة ديال القطاعات المعنية بعدالة الأطفال في إطار مشروع حماية بلس، اللي هو مشروع مدعم من قبل الاتحاد الأوروبي. الهدف دياله الأساسي هو تسهيل ولوج الأطفال إلى العدالة، ولكن الهدف دياله يعني الأسمى هو الشغال على كل ما هو وقاية أن الأطفال يتصلوا بالعدالة، وبالتالي يكون التعامل معهم من خلال ممارسين القضاء باش يساعدوهم، باش يكون هذاك المرور واتصال الأطفال بالعدالة يدور يمر بأقل ضرر على الأطفال، يساعدهم على مغادرة المسار القضائي والتعامل أكثر مع البرامج ومع الخدمات الاجتماعية. والهدف الآخر اللي كنشتغلوا عليه هو منع إيداع الأطفال في المؤسسات أو لا للتدابير المانعة للحرية. اشتغال مع فئة جديدة من العاملين في مجال حماية حقوق الأطفال في تماس مع القانون هم المحاماة. المحامين الدور ديالهم أساسي، لأنهم هم اللي غادي يقدروا يعاونوا الأطفال يترافعوا على نفسهم ويشتغلوا بشكل كبير على تحقيق حقوق الأطفال والضمانات ديال المحاكمة عادلة، ويعني وضع في عين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال في جميع التدابير القضائية اللي كيكونوا معرضين لها الأطفال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.